أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندي طفلة تصيد النمل بالبيت. عندي إيش؟ عندي طفلة تصيد النمل بالبيت وتأكله، فما حكم ذلك؟ طفلة ما هي مؤاخذة صغيرة، أكل النمل حرام حشرات، لكن هذه طفلة صغيرة ما ليست مؤاخذة، وعليك أنك أنت تمنعها من هذا، تنفرها من هذا وتربيها على تركه. نعم.